الملكة ذات المعرفة الموسوعية، هي واحدة من أكثر النساء تعلما في التاريخ. أصبحت ملكة السويد وهي في السادسة من عمرها. وصفها البابا ألكسندر السابع بأنها ملكة بلا حكم، ومسيحية بلا إيمان، وامرأة بلا حياء. وذلك طبعا لأنها تخلت عن عرشها واعتنقت الكاثوليكية. امتدت غرابة هذه الملكة حتى إلى مظهرها، حيث تشير الروايات إلى أنها كانت تتصرف مثل الرجال، وكان صوتها خشنا، كما أنها احتقرت التزين منذ نعومة أظافرها. عن كريستينا ملكة السويد نتحدث عنها اليوم، سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. أريد أن أشكركم حقيقة على هذه الاقتراحات التي أثرت قناتنا بشكل كبير. وقبل أن نواصل عزيزي المتابع، من فضلك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفل. ولدت كريستينا في 18 من ديسمبر سنة 1626، ووالدها هو الملك السويدي جوستاف أدولف، وزوجته هي الألمانية ماريا إلينورا. رزقا في الأول بابنتين ماتت كلاهما، لتحمل الملكة حملا ثالثا. أحاط به قلق كبير، وعندما ولد الطفل اعتقد في البداية بأنه ولد، وذلك لأنه كان يبكي بصوت قوي وأجاج وكان جسمه مشعرا. إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك بأن المولود أنثى. كتبت كريستينا عن هذا الموضوع لاحقا في مذكراتها: انتشر إحراج شديد بين السيدات حين اكتشفن خطأهن، وعلى الرغم من أن المولود كان أنثى إلا أن الملك سعد بها كثيرا وقال: ستكون ذكية، لقد جعلتنا جميعا نبدو كحمقى. ولقد أحب الملك ابنته كثيرا، وأصر على أن تكون هي وريثته الشرعية. ومنذ نعومة أظافرها تصرفت كريستينا كولد، وكما أسلفنا فلقد كانت تحتقر التزين، وتصرفت مثل الرجال في اللباس واللعب والصيد، كما كانت أيضا تنافس الشبان في ألعابهم ورياضاتهم. وصفت بأن صوتها كان خشنا، وملامحها البدنية كانت أقرب إلى الأولاد، كما أنها عاشت طوال حياتها مع اختلاف في ارتفاع كتفيها، وذلك أن الممرضة أسقطتها عندما كانت طفلة. وربما هذه الطبيعة الذكورية نوعا ما للملكة كريستينا هي التي جعلتها بعد ذلك ترفض أن تتزوج، خالقة بذلك ضجة كبرى في البلاد. كانت كريستينا في السادسة من عمرها عندما غادر والدها القصر ذاهبا إلى الحرب في ألمانيا، وذلك للدفاع عن البروستانتينية في حرب الثلاثين عاما. وقبل أن ينطلق فلقد أمن حق ابنته في وراثة العرش، وأعطى أوامره بأن تتلقى ابنته تعليما عاليا. وطبعا فإن الملك جوستاف أدولف لم يكن يتصور بأن ابنته ستنقلب عن المذهب الذي مات هو في الحرب دفاعا عنه، ولم يتم دفنه إلا بعد 18 شهرا من وفاته. وهكذا أصبحت كريستينا طفلة ملكة، وأطلق عليها لقب الملك. وطبعا فلقد كانت تحت الوصاية فيما لم تباشر الحكم فعليا إلا عندما بلغت 18 من عمرها. ولقد تلقت كريستينا تعليما عميقا جعلها تصبح واحدة من النساء الأكثر تعلما في القرن السابع عشر، لدرجة أن هذا القرن سمي بقرن كريستينا. كانت مولعة بالكتب والمخطوطات والرسومات والمنحوتات، وكانت أيضا مهتمة بالدين والفلسفة والرياضيات والكيمياء. عملت على جذب العديد من العلماء إلى ستوكهولم، وكان هدفها بأن تصبح هذه المدينة أثينا الشمال. في نفس الوقت فلقد تسبب البذخ المالي لكريستينا في وضع الدولة في وضعية صعبة جدا. وبعد 10 سنوات من حكمها الحقيقي، أي وهي في 28، تخلت عن عرشها لقريبها وانتقلت إلى روما، وهنالك اعتنقت الكاثوليكية. وتعتبر هذه المرأة من النساء القلائل التي دفن في مغارة الفاتيكان، وذلك ربما للتضحيات التي قامت بها من أجل هذا الدين. ولقد شغلت بغرابتها أوروبا طوال نصف قرن، فعرفت بمينيرفا الشمال والملكة المستنيرة ذات المعرفة الموسوعية، والملكة الجوالة، والملكة التي ليس لها مثيل. ولقد أثار إعراضها عن الزواج أيضا بلبلة كبيرة في دولتها عندما كانت حاكمة. وقيل بأن كريستينا قد قرأت سيرة الملكة العذراء إليزابيث الأولى، وتأثرت كثيرا بها وبإعراضها عن الزواج، كما أن ميلها نحو المذهب الكاثوليكي بدأ وهي في التاسعة، وذلك بعد أن تعمقت كثيرا في البحث عنه. قيل بأنها في الأول ارتبطت بابن عمها تشارلز، ولقد كشفت كريستينا في سيرتها الذاتية
الشخصية بأنها كانت تشعر بنفور لا يقهر من الزواج، وبأنها أيضا كانت منشغلة بالدراسة وتنام 4 ساعات في الليلة على أقصى تقدير. كتبت بأنها كانت تنسى أن تمشط شعرها، وأنها كانت ترتدي ملابسها على عجل وترتدي أحذية الرجال من أجل الراحة. وطبعا فإن هذه التصرفات جعلت الكثير من الشبهات تحوم حولها، فاتهمت بأنها كانت شاذة وبأنها كانت تميل إلى النساء دون الرجال. وعندما أعلنت بأنها لن تتزوج، أعلنت أيضا بأن ابن عمها الأول تشارلز سيكون هو وريثها للعرش، وهو ما حصل حقا عندما تنازلت له عن عرشها وذهبت إلى روما. كان تنازلها سنة 1654، وغادرت كريستينا السويد بملابس رجالية، وذلك طبعا على عادتها. يقال بأنه ليس فقط تركها لدينها هو سبب تنازلها عن العرش، ولكن الأسباب تناسلت حتى أصبحت كريستينا تشكل عبئا كبيرا على دولتها. غادرت إلى إيطاليا مع الوفد المرافق لها، والذي كان متكونا من 255 شخصا، ولقد انتظرها رسول البابا وأتمت الملكة ما نوت عليه. وجدير بالذكر بأن رسول البابا تحول بدوره إلى الإسلام بعد ذلك. ولقد أكملت كريستينا حياتها متسامحة للغاية تجاه معتقدات الآخرين، وأبدت اهتماما كبيرا بالمسرح وبالفنون، كما أنها قامت بسفرات متتابعة إلى بلدان أوروبية. وفي فبراير سنة 1689 أصيبت كريستينا البالغة من العمر 62 عاما بمرض خطير، وذلك بعد زيارتها للمعابد في كامبانيا. وبعد ذلك أصيبت بعدوى بكتيرية حادة، وتتالت عليها الأمراض إلى أن توفيت في 19 من أبريل سنة 1689، لتنتهي بذلك حياة هذه الملكة التي تنازلت عن عرشها من أجل معتقداتها ومن أجل حريتها. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن ينال أعجابكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.